بس نلعب بقى فين؟ كل بس في مشكلة مش عارف اشغل بس فيه. عبد العزيز ثواني كده انا اقول لك على حاجة عشان اعرف نشغل. سوري المرة الجاية قول ان شاء الله. ايه ده؟ انت عارف التحديث ده؟ ده كان قديم من زمان بس انا ما كنتش فاهم اي حاجة عما انا روحت عند كده انا واصدقائي. بس والله ده كل شوية بقوم لافف حوالين نفسي ويا لهوي. بس تعالى كده يا عبد العزيز هوريك حاجة. تعالى هوريك على حاجة. هوريك حاجة. شايف الألوان دي؟ تحب أنه لون؟ الوجه بنفسجي. طب تعال نخش جيم كده ونشوف. طب انا يا جدعان احنا نخش جيم. بس خلي بالك يا عبد العزيز انا وانت هنخش لوحدنا وبعد كده ايه احنا الاربعه. يلا ايه في ايه ريدي. يلا حلو. بس والله انا حاسس ان انت اسطوري بالسكن ده والله. والله يا عم غير كده انا هحضر لك احلى عيد ميلاد في العالم والله يا عم عشان خاطرك. خلينا نشوف كده الجيم هيكون عامل ازاي. الله بسم الله. خل انا اهو شايفني. تحبي تنزل فين؟ قولي كده. فعند مكان ويلفرين ولا مكان الشلدات ولا ايه المكان ده؟ بس في فضائيين. طب اقول لك نغير رأينا احسن. ايوه تعال المكان ده بس بعيد شوية. بس ماشي مش مشكلة بيبي. ملف الوضع بسنايبر. والله لا والاهبل ده كمان. بص استنى مركب معاه توت. يلا هنزل بها. بس بقول لك ايه انا عاوز لعبة حلو غير كده انا عيط العيال كلهم. بس انا هاكر بس هاكر شوية على اللوب يعني لحسن. انا مش عارف هما شادين حيلهم او كده بيه. بس ما تقولش بجد اللي انت محترف يبقى كده هعيط بجد. هعيط هات اللام. لا معايا محترف. هنزل اهو. في عربية اهي ماشي. فتشست فوق اوكي. دوت المكان دوت واجيلك والله. بص يا عبد العزيز لو انت محتاج ميتك انا معايا ومعايا رشاش. طب كمان انا اجيلك بالعربية. يا ده احنا محتاجين نملاها. طب بص اول عما انت تجمع اسلحة هكون انا مليتها بنزين عشان واحنا رايحين. جنبات وفي عربية. انا ده في تاكسي. طب اقول لك انا هاملة عربية تاكسي احسن عشان ايه ده انطلق. بس ما فيش ولا واحدة. يلا
دخانة في العربية ده احسن. لا هون بملاها 37. ايوه سيب السلاح ده انا بحبه، ده عامل زي السنايبر بس جبت واحد هيد شوت بالسلاح ده. وفي مكنة اسمها دي اللي انت عملته ده، وانت حطيت لها حاجات جديدة. الله عليك يا اسطورة. بس كده ما نشوف ايه اللي موجود في المكنة. اوه ده في شدات. طب انا هجيب معايا شوية. لا انا معايا 6 ما تخافش. ايوه خلي معاك واحدة برضو عشان لما الزون تيجي نبقى نكون جاهزين. وانا معايا ميتك لو انت عاوز. خدش وتجن اي حاجة لو انت وما تزعلش. لا بقى خدت شلدين صغيرين وشلد كبير. يا سوسة يا سوسة انت جبت الحاجات دي منين؟ ها المحقق آدم. هذا المغندة كمان. واو انت عارف جالي ايه؟ شل كبير شل كبير. يب 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 خليك جاهز بقى. ها لحسن احنا بعد شوية كده هنلاقي طحن ما اسلحة. ايه ده؟ ده انشفاط. ايه ده؟ ده رجعت ورا. لا خش يا عم ناخد الزبالة. استنى ليه كده؟ اه يا عم اوه ده في لوت في دروب. سيب لي الدروب ده. طب سيبني انا اسوق. اوه انت معاك الليزر. طب خليه معاك انا مش عاوزه، خليه معاك عشان لو موت. في انت بتجمع انا جمع انت عاوز تركب اركب انا اجمع موارد عشان لو احنا عاوزين بناء في الطريق. ومعاه جنبات لو انت عاوز اتنين مكان لمكان. يلا بينا. اهو ميتك. انا مش عاوز. بس انت ليه شلتي الكبير اللي انا شربته؟ ها يعني اجيب لك دواء ولا اقول لك ايه؟ طب انا ما طب انا مجهز الشوتجن قشطه. لو في ناس هم طبعا من الشباك. ايوه ادي لهم واحده على قفاه. اه في ضرب خلي بالك انا اكون جاهز. ها استنى في ناس ولا خش عليهم هنزل لهم انا. واو اه اتنين بس ما اه ده في واحد اندمجته بس هياخد الحاجة. خلي بالك. ايه ده موتك يا عيني. معلش معلش بس جود جيم. تعالى يلا ريد اب. معلش معلش ده ضحيت بنفسي عشانك يا لهوي. بس
كانوا محترفين. معلش ده ضحيت بنفسي عشان انت اللي تجيبهم. يا لهوي ده طلعوا محترفين، افتكرتهم ضباط. يا لهوي لا رضا اوكي ليه ساعة. طب مش مشكلة، يلا انزل معايا بقى عشان ايه ما تلخبطش. تعالوا عند السفينة عشان هتدينا ايه اسلحة تحفة. انت ده في واحد اخويا، بص بص تعال بص اخويا اهو، اخويا الصغير. تعال بص حبيبي اخويا. ايه يا عم انت مالك مالك؟ بيضرب عليك ولا ما اضربش على الصديق ولا 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 انت هل عندك ولا ايه؟ يا استاذ والله شكلك نمت. يا حاج الو الو فيتشيست راح فين؟ عندي السلاح اهو. انا خدت جنب لا حاطط جنب بيضة. لا لا اديتك تشوت محترم. يا لهوي انت مش هتقدر تاخد الحاجات. لا لا يا حاج يا حاج الو